كأنه لم نسمع تصريح واضح يأمر أو يمنع شيوخ الفتنة أنذاك من تصدير فتواهم التكفيرية للجماعات الإرهابية هنا في الجزائر. التاريخ لا يرحم، شفنا زيارة اليمين زروال كيف عمل في الرياض، وشفنا أيضا تصريح رئيس الراحل محمد بوضياف وغيره، لكن بالمقابل يقول لك رغم كل ما يحدث، رغم كل المؤامرات، رغم كل الدسائس، رغم كل الخلافات، ما يجمعنا مع المملكة العربية السعودية أكثر مما يفرقنا. هو من الناحية المبدئية لأنه مثلا عبد الرزاق مقري عارض بشدة أي زيارة لولي العهد السعودي. عارض أشرح لك بالتفصيل. عارض زيارته في هذا التوقيت، في هذا التايمينج، في هذا التوقيت. نعم أوكي. بالمقابل هل مقري مثلا سيتحفظ لو زار أردوغان الجزائر في هذا التايمينج؟ هل سيتحفظ لو زار أمير قطر تميم الجزائر؟ حسب السياق زيارة هذا زيارة ولي العهد، لأنه ما يعاب على السعودية يعاب على قطر. دقيقة ربما فقط أكمل الفكرة. لا، السعودية الآن في ورطة، في عزلة. الربيع العربي نضع السعودية وقطر في نفس الكفة. أحمد، نحن نرفض أن تتحول الجزائر التي كانت قبلة للثوار، التي كان يزورها يعني كبار الثوار في العالم، تتحول إلى مكان يتخلص فيه ديكتاتوريين أو هؤلاء السفاحين من أدرانهم. السيسي لما عزل دوليا وجمد منصبه في مصر جاء إلى الجزائر، هذا لما تورط في هذه القضية وعزل دوليا أيضا يأتي إلى الجزائر. كما هؤلاء الدول المتقدمة تخشى على صورتها، نحن أيضا لنا صورة، لنا تقاليد. لا يمكن أن نصور الجزائر بهذه الطريقة. لا ليس فيها هو الذي يتصرف بهذه الطريقة. يعني شوف هناك دبلوماسية، وهناك أمور تقع عن هناك منظمات دولية وهيئة الأمم المتحدة، وهناك مجلس أمن، وهناك منظمات دولية تعنى بهذا الأمر. إذا تكلمنا احنا على الزيارات هذه، إذا السيسي جاء الجزائر فهو جاء بعدما تم اعتراف به من قبل كبار الدول في العالم وكبار السياسيين في العالم. يعني حضور، لازم يعني حضور. بالمقابل ماذا استفدنا من زيارة السيسي؟ ماذا استفدنا من زيارة السيسي؟ هل مجرد أنك الجزائر الملف مجرد أنك أعدته إلى الاتحاد الأفريقي وقف ضدك في أهم الملفات الأمنية اللي تشكل خطر استراتيجي على الجزائر، وهو الملف الليبي، ومشاو في رؤية خطيرة على الجزائر في إطار الآن ليبيا أصبحت ساحة إماراتية. ذكرت أردوغان وذكرت قطر، إحنا هنا لسنا لندافع عنهم. لما ننتقد بن سلمان لا أرفض أن يصنفني أي أحد في المحور الآخر، ولكن لما تأتي إلى هذا الملف الليبي، التقاء الجزائر مع موقف قطر، مع موقف تركيا أكثر من الموقف الإمارات. لا حتى جميع الدول العربية، لو نعود إلى كل القمم العربية وحتى الاجتماعات المغلقة لوزراء خارجي الدول العربية، كان فيه دوما صدام بين معسكر تقوده نوعا ما الجزائر، ومعسكر آخر.